من الأخبار الحلوة النهاردة كمان هي استجابة رابطة الطيارين لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم بسحب الاستقالات وتحمل الظروف في تلك المرحلة، مع التأكيد على أنه يقدر أنهم يستحقون أكثر من ذلك. كانت استجابة رائعة، لابد أن احنا نشكرهم على وعيهم وإحساسهم بالمسؤولية في ظرف مصر بتمر فيه بظرف صعب. يجب كلنا نبقى مع بعض وإيد على إيد كده. معايا كابتن طيار محمود القط من رابطة الطيارين. أهلا وسهلا كابتن محمود. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك كابتن محمود. كيف اتخذتم هذا القرار؟ هل كان بالإجماع؟ هل ناقشتم؟ ما الذي جعلكم تتراجعون عن موقفكم؟ طبعا هو المرحلة اللي وصل ليها الموقف من جميع الأطراف، وصدام طبعا كان مثار جدا في الفترة اللي فاتت. كان مفتاح الفك بتاع الاشتباك بتاعه كان الخطاب بتاع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مجرد احساس الطيارين ان هو لمس المشكله بتاعتهم، واحساسهم ان هو بيتكلم معاهم او بيوجه لهم كلمه في خطابه كان ليها اثر كبير جدا جدا جدا. مع العلم طبعا ان اختزال المشهد في مطلب فئوي او مطلب مادي كانت حاجة برضو محزنة ليهم، لكن هم طبعا تغاضوا عن كل حاجة وقرروا ان يستجيبوا للطلب بتاعه وللمبادرة بتاعته، وكان اجماع على يعني اجماع من الجميع ان احنا لازم نبدأ نشوف الاجراءات لسحب الاستقالات. وطبعا مجلس ادارة الرابطة هم اللي عملوا الجهد كله، مشكورين، وهم اللي استجابوا لطلب الطيارين. كابتن محمود، هل تأثرت مصر للطيران خلال هذه الأيام بأي شكل من الأشكال بسبب هذا الإضراب؟ هو أولا يعني ما ينفعش بكل المعاني والمقاييس يسمى إضراب، لأن الطيارين المصريين ما عندهمش في مصطلحاتهم كلمة إضراب. إحنا ما بنعرفش يعني إيه كلمة إضراب، ولا نعرف يعني إيه حاجة اسمها تعطيل المرفق. الطيارين المصريين أو طيارين مصر للطيران تحديدا مهما غضبوا مهما زعلوا بيجتمعوا بيدعقوا بيتناقشوا بينفعلوا، لكن ما فيش حاجة عندهم اسمها إضراب. يعني مصر للطيران الحمد لله رحلاتها كلها منتظمة من قبل المشكلة ما تحصل وأثناء المشكلة وبعد المشكلة. طيب، مصر للطيران الحمد لله ما فيش طيار واحد تسبب فيها بأي مشكلة أو بأي تعطيل للطيارة الا من كان هو مريض، وده اجراء كان اعتيادي ويعتبر اقصى، يعني ما حصلش في الفتره اللي فاتت يعني غير بنسبه بسيطه جدا معتاده. بشكرك جدا كابتن محمود، وتحيتنا لكل الطيارين المصريين ورابطه الطيارين على تقديرهم وحرصهم على شركتهم اللي ان شاء الله تبقى احسن ومستواها يبقى احسن، وساعتها لازم تزيدوا وتاخدوا فلوس، واحنا نتمنى ان كل الناس يبقى بتاخد اجر كويس قوي، بس الشركه كمان تقف على رجليها. بنشكركم على موقفكم ده.